لولا الجيش السعودي لما بقي الخليفيون حتى هذا اليوم. لولا هذا التدخل وهذا الاحتلال والجرائم التي ارتكبها الجيش السعودي في البحرين لا سقط النظام الخليفي في 14 من مارس 2011 عندما انتهكت القوات السعودية الحدود الدولية للبحرين واحتلت البلاد وساهمت في تدمير المساجد وقتل الشباب والمواطنين وأيضا طرد الآلاف من وظائفهم. ولذلك أصبح من مسؤولية وطنية وشرعية على المواطنين البحرانيين أن يتصدوا للاحتلال، أن يرفضوه، أن يطالبوا العالم بالتدخل لإنهاء هذا الاحتلال الغاشم الذي أصبح من خلال ما يمارسه ضد شعب البحرين أسوأ مما يمارسه الإسرائيليون بحق الفلسطينيين. نحن هنا وكل أسبوع نرفع أصواتنا مطالبين هذا العالم بالاستيقاظ، بالوعي، بالقيام بالمسؤولية الإنسانية للدفاع عن هؤلاء المظلومين والمحاصرين في بلدهم. لو خرج الجيش السعودي لسقط الخليفيون، هذه حقيقة يدركها الخليفيون والسعوديون على حد السواء، كما يعرف العالم أن هذا النظام الذي لا يستند إلى شعبية شرعية ولا شرعية دستورية أو قانونية لن يستطيع أن يبقى طويلا لو خرج هؤلاء الداعمون له بالمال وبالقوات وبالجيش وبالدبابات. شعب البحرين بيديه وبسلميته وبتحضره وبعدالة مطالبه أسقط شرعية هذين النظامين البائسين الدكتاتوريين الدمويين. مع ذلك قد تعلم هذا الشعب من التاريخ أن الظلم لا يبقى مهما كانت لديه من إمكانات مادية، وأن الحق لا يهزم وإن تأخر نصره، فالنصر آت بعون الله، وشعب البحرين منتصر على هؤلاء الطغاة، على هؤلاء الجلادين والسفاحين وهؤلاء المحتلين، والباري سبحانه وتعالى هو الذي سينصر هؤلاء المظلومين بعونه تعالى وبإرادة هذا الشعب الصامد الذي لن تهزمه تلك القوات الغاشمة ولن يزيده العدوان إلا ثباتا وصمودا وأنفة وشموخا واستعدادا للتضحية من أجل الحرية والحقوق.